سيدة انتصار السيسي وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية أقيمت فعاليات الدورة الثالثة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث تم تكريم 32 طفلا من جميع المحافظات، وذلك تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم وتقديرا لموهبتهم وإبداعاتهم. الدورة دي الدورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال. السنة دي بنضيف فرع جديد للجائزة، هيكون لأبنائنا في الخارج علشان يكون في ربط ما بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، ونرعى في المواهب الصغيرة اللي اتولدت في المهجر ويكون ليهم دور في التنمية الثقافية في وطنهم الأم. كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر؟ إحنا وصلنا أكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. حضراتكم عارفين إحنا عندنا آداب وفنون وابتكارات علمية، إحنا حريصين على إنه هذه الجائزة تمثل فعلا جائزة للدولة وليست مجرد مسابقة عادية. لا تقتصر الجائزة على القيمة المادية فقط، بل تقوم وزارة الثقافة بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين والعمل على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال. فزت بفئة الشعر المركز الأول على الجمهورية، فرحان جدا إن أنا فزت بالجائزة. العمل اللي أنا فزت بيه كان 3 أعمال، بصبح عليكي وحبيب الله والعلم نور. فخور جدا بان انا خدت الجايزه، لان ده حاجه انا عمري ما حققتها. انا فايزه بجائزه الدوله للمبدع الصغير عن مشروع النظاره الذكيه في فئه الابتكارات العلميه، بتساعد المكفوفين وضعاف النظر. ان شاء الله في المستقبل هطور عليها اكتر، وبعمل رياده اعمال عشان تكون النظاره موجوده في السوق كله ان شاء الله. مبسوط جدا لاني يعني هقدر اني افوز في مسابقه في حياتي، وده كان يعني هاخد درع. كل ده كان حاجه ما عملتهاش قبل كده. يعني المشروع بتاعي هو حابي، وهو بيزيد نسبه انتاج النباتات لحد نسبه 180%، وطبعا انا مبسوطه جدا ان انا حصلت على الجائزه دي. انا عملت البيت الذكي اللي هو سمارت هوم. البيت ده انا شفت سياده الرئيس بيعمل مؤتمرات كتير بيساعد فيها ذوي الاحتياجات الخاصه، فانا عملت البيت ده عشان اساعد سياده الرئيس وخليهم يعتمدوا على نفسهم بدل ما يعتمدوا على شخص اخر. بصراحة دي فرصة جميلة جدا لكل طفل في جمهورية مصر العربية، فأنا حبيت جدا المسابقة دي لأنها دعم وتشجيع لكل الأطفال اللي في محافظات مصر كلها. هذه الجهود والرعاية الكبيرة بالأطفال والنشء تأتي انعكاسا واضحا لأولويات الدولة المصرية ورؤيتها لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. شروق الخطيب، MBC مصر.